باريس سان جيرمان بايرن ميونخ في النهائي دور ابطال اوروبا فينال تشامبيونز ليغ، وين شاهدنا كيفاش المباراه اللي بدات بقوه، مباراه اللي نقولوا باللي توماس المدرب تاع باريس سان جيرمان اللي دخل بخطه 4-3-3. شفنا كيفاش هانيز المدرب تاع بايرن ميونخ اللي دخل بخطه 4-2-3-1، يعني مباراة شاهدنا كيفاش انطلاقة كانت حذر من كل من جانبين. شاهدنا كيفاش الحذر كان من جانب باريس سان جيرمان، من كل فريق يريد جس نبض الفريق الخصم. شاهدنا كيفاش بداية محاولة استحواذ على خط وسط الميدان والضغط على شاهدنا كيفاش باريس سان جيرمان، نقولوا بلي باريس سان جيرمان وين بابي، شاهدنا كيفاش سيلفا، شاهدنا دي ماريا، السرعة تاع دي ماريا في التنفيذ في التمريرات السريعه والمليمتريه لاتجاه دافيد نيمار دي سيلفا او مبابي، وين شفنا كيفاش كانت السرعه تاعهم ومحاوله اختراق الدفاع تاع بايرن ميونخ على الاطراف. شفنا كيفاش على الاطراف وكذلك وين فانيك على الفرديات تاع نيمار دي سيلفا، وين شفنا كيفاش الفرديات تاعو، شفنا ليناردو كذلك، شفنا كيفاش اندريا، شفنا نقولوا بلي اندريا ماركينوس ليناردو، شفنا كيفاش في خط وسط الميدان وين محاوله كسب خط وسط الميدان. يعني نقولوا بلي بدات المباراه اللي بدات بحذر كبير. شفنا كيفاش بحذر كبير، شفنا كيفاش كل فريق يريد جس نبض الفريق الخاص الخصم. شفنا بايرن ميونخ ليفاندو فوسكي، شفنا كيفاش كومان، شفنا توماس، شفنا توماس مولير، شفنا شفنا كيفاش سيراج، شفنا كيفاش تيغو، شفنا انكاتار، يعني ليون نقولوا بلي كل نقولوا باللي اليوم بايرن ميونخ وين نقولوا كذلك وين جورج في الدفاع، شنا جيرام، شنا دافيد البا، الفونس البينسو، ديفيز، يعني نقولوا باللي خاصه المدافعين مع بقياده نيير، نقولوا بالقياده تاع نيير في الحراسه، وين شنا كيفاش كانت نقولوا باللي كانت الانطلاقه كانت قويه. شنا كيفاش بايرن ميونخ انطلاقه تاعه اللي كانت قويه، شنا كيفاش باريس سان جيرمان كذلك وين كانت يريدون الدخول التاريخ، وين شفنا كيفاش لاعبين تاع باريس سان جيرمان في حاله من اجل في حال تحقيق ثلاثيه، يريدون تحقيق الثلاثيه، يعني نقولوا بلي اساطير بايرن ميونخ، وين شفنا كيفاش الكل يريد الفوز، البحث عن الفوز امام باريس سان جيرمان. شفنا كيفاش كذلك وين باريس سان جيرمان وين نقولوا باللي دخل بقوه من اجل التسجيل او المخادعه كما نقولوا الضغط، وين كل فريق يريد زرع الشك في المنافس. شفنا كيفاش كل فريق يريد زرع الشك في المنافس. شفنا كيفاش توماس وين المدرب وين 4-3-3 امام هانيس المدرب تاع بايرن ميونخ وين ب 4-2-3-1، يعني كل مدرب عنده تاكتيك دو جو تاعو، كل مدرب حط شيما تاعه. يعني نقولوا بلي شفنا كيفاش من جانب باريس سان جيرمان فريق ما ننساوش نافاس الحارس اللي نقولوا بلي يعطي الاطمئنان لرفقائه. شفنا كيفاش ديو، شفنا تيغو، شفنا برينسال، شفنا خون في الدفاع، يعني ما كانتش المهمه سهله، خاصه فانيك ما ننساوش جورج، شفنا كيفاش جوزام، شفنا كيفاش دافيد البا، كذلك البونسون ديفاز اللي ما كانتش عندهم مهمه، ما كانتش مهمه سهله بالنسبه لهم. شفنا كيفاش نيمار، شفنا دي ماريا، شفنا كيفاش مبابي، يعني نقولوا بلي كانت المباراه كانت قويه، بدايه تاعها قويه، بدايه تاعها كان من الصعب نقولوا بلي من الصعب التكهن بالنتيجه قبل نهايتها، من الصعب باش تكهن بالنتيجه قبل النهايه تاعها. شفنا كيفاش كانت المباراه اللي كانت قويه جدا، المباراه اللي كانت نقولوا بلي خاصه وين كل فريق كل مدرب وحط تشكيله المكتمله
الا شفنا كيفاش اليوم وين كومان اللي كان يلعب في دائما وين كان ما كانش كان دائما وين في اغلب في المباريات الاخيره الكاردو فينال والديمي فينال وين لعب كان احتياطي. يعني اليوم شفنا دخل دونتري شفنا كيفاش في الاحتياط تاع باريس سان جيرمان شفنا خافاير مارتينيز شفنا في الصحة زافان في الحراسه في الاحتياط ايفان في خط وسط الميدان شفنا فيليبي كونتينيو في وسط الميدان كذلك وهو هذه التشكيله الاحتياطيه شفنا كيفاش توليسيو كذلك وهو خط وسط اللعاب خط وسط الميدان نيكولاس سولي شفنا كيفاش الدفاع يعني الدفاع نيكولاس شفنا كذلك نيكلاس سولي شفنا نيكولاس شفنا بنيامين شفنا كيفاش الفارو شفنا الفارو وهو المدافع كذلك شفنا كيفاش جورج مايكل شفنا رون يعني نقولوا هونفين رون هونفين يعني نقولوا بلي كل مدرب عنده الاوراق الرابحه تاعه في الـ في الـ في, الـ في الاحتياط. شفنا ايراك ماكسيم من جانب باريس سان جيرمان في الاحتياط شفنا ادريس شفنا ماركو شفنا ليفان شفنا بابلو يعني نقولوا جوليان ماورو شفنا سيرجيو ريكو شفنا عبدو ديالو باكاري شفنا مارتين بولاكا شفنا كولان يعني نقولوا بلي اليوم المباراه هذه اللي كانت قويه مباراه الشوط الاول اللي شاهدنا فيه كما نقولوا احنا شاهدنا فيه اداء ممتاز اداء راقي جدا ضغط رافع مستوى رافع يعني لازم كل لاعب يكون محضر نفسيا بدنيا يعني من الصعب باش تدخل المباراه هذه وما تكونش محضر كما يقول لك نفسيا بدنيا خاصه القوه البدنيه اللي تلعب دور شفنا كيفاش المباراه بدات بسرعه كبيره وين باريس سان جيرمان لعب دخل بقوه شفنا كيفاش بايرن ميونخ كذلك وين دخل بقوه وكل فريق يريد شفنا في بدايه المباراه وين شفنا في نقولوا بالعشر دقائق الاولى وين ولا ربع ساعه الاولى وين شفنا كل فريق دخل كما يقول لك بحذر كبير من اجل المخادعه من اجل شفنا وين في بعض الاحيان وين باريس سان جيرمان وين سيطر في بعض الاحيان شفنا باريس بايرن ميونخ وين اللعابه تاعو واقعيين بايرن ميونخ ما عندهمش فرص ضائعه ما عندهمش فرص عندهم فرص من اجل التسجيل وشاهدنا فانيك كيفاش الشوط الاول كيفاش انتهى وشنا كيفاش فانيك ما ننساوش باللي المباراه هذه اللي كانت نقولوا نروحوا نتكلموا كنت نتكلموا على الاحصائيات وين شاهدنا كيفاش المباراه متكافئه راهي متكافئه وين شفنا حتى ال 30 حتى ال 31 دقيقه وين نقولوا 30 دقيقه المباراه كانت متكافئه بعض الفرص شفنا كيفاش فرص كانت ضائعه بالنسبه لباريس سان جيرمان او بايرن ميونخ وكانت الخطوره دائما تاتي من باريس سان جيرمان شفنا كيفاش باريس سان جيرمان 42% نسبه استحواذ 58% بالنسبه لبايرن ميونخ شفنا 128 تمريرة شفنا كيفاش 91 تمريرة بالنسبة لباريس سان جيرمان لكن باريس سان جيرمان وين ضيع كذلك وين شفنا كيفاش بايرن ميونخ كذلك وين كان عنده فرص للتسجيل كانت سامحة للتسجيل لكن الحظ والتسرع والنهائي بزاف صوالح وين شاهدنا كيفاش نقولوا عدد اللمسات وين 183 لمسة لبايرن ميونخ 147 لمسة بالنسبة لباريس سان جيرمان شفنا كيفاش التمريرات العرضية 4 لباريس سان بايرن ميونخ 6 لباريس سان جيرمان شفنا كيفاش نقولوا الركنيات 2 لصالح باريس سان جيرمان يعني تشوف كيفاش وين كانوا فرص شويه ضايعين نقولوا باللي ضايعين لباريس سان جيرمان وين كانت نقولوا باللي مباراة تبقى صعبة والتكهن بها أصعب نقولوا صعبه والتكهن بها اصعب على ذلك نقولوا باللي اليوم وين شفنا كيفاش الحراس نافاس ونيير ويرام يقدموا في مستويات كبيره شفنا كيفاش نقولوا باللي بايرن ميونخ وين تغيير اضطراري جيروم وين دخل مكانه سولي نيكولاس سولي في الدقيقه 25 يعني نقولوا باللي البطاقه الصفراء وين ديفاز اللي دا بطاقه صفراء وهو
نقولوا باللي من اليوم وين تلقى صعوبات هذا المدافع من جانب نيمار من جانب مبابي. يعني نقولوا باللي المباراة اليوم مباراة شيقة، مباراة اللي نقولوا باللي نهائي بمعنى الكلمة، رغم أن غياب الجماهير، لكن المستطيل الأخضر وين راهي المتعة في المستطيل الأخضر. وشنا كل مدرب وين الخطه تاعو، البلان دو شيم، البلان شيما تاعه كيفاش، يعني كل مدرب وعنده خطه تاعو، كل مدرب وكيفاش راه يلعب. خاصه وين غادي نشوفوا الشوط الثاني، الشوط الثاني مثير اكثر من الشوط الاول، وين كل فريق يرمي بكل ثقله من اجل قتل المباراه في الوقت في 90 دقيقه. حنا نحضروا الشوط الاول، الشوط الثاني كما يقول لك نقارعوا الشوط الثاني اللي غادي نشوفوا مباراه تكون الشوط الثاني اللي غادي تكون يكون احسن من الشوط الاول، لان الشوط الثاني فيه تغييرات، فيه تغيير خطط من جانب المدربين. من يقول لك الشوط الاول تاع لاعبين، الشوط الثاني تاع مدربين، وين غادي نشوفوا تغييرات في التشكيله، تغييرات في الخطه. يعني كاين بزاف امور اللي غادي يحدثوا في الشوط الثاني ويكون احسن من الشوط الاول. هذه هي المباراة، مباراة للشوط الأول اللي كان نقولوا الشوط الأول كان كبير، الشوط الأول اللي شاهدنا فيه نقولوا باللي شاهدنا فيه شاهدنا فيه أحسن لقطات، أداء روعة، أداء ممتع. هذه هي الشوط الثاني. بعد نهاية الشوط الثاني نزيدوا نتكلموا، خلصنا الشوط الأول كيفاش، الشوط الثاني نزيدوا نتكلموا. صحيح.